نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. اغتالت مجموعة أرهابية مسلحة بطل آسيا والعرب في الملاكمة غياث طيفور بإطلاق النار عليه في أثناء مروره بسيارته في ساحة جامعة حلب. ضمن برنامجها الممنهج لاستهدافها العقول والكوادر الوطنية المنتجة، اغتالت يد الإرهابي صباح اليوم الأحد الملاكم السوري العالمي غياث طيفور بكمين كانت قد خططت له مسبقا ونفذته عند مروره من دوار الجامعة عندما كان يمر بأمان الله ذاهبا إلى عمله. ولد الشهيد البطل في عام 1969 حيث لعب لنادي الشرطة تحت إشراف المدرب محمد طاهر عجم، وأحرز الكثير من الإنجازات على الصعيد العربي والدولي، ومن ضمن إنجازاته ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في عام 1991، ذهبية الدورة العربية العاشرة في عام 1992، ذهبية دورة مصر الدولية في عام 1995، ذهبية دورة الملك حسين في الأردن في عام 1999، بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات العربية والدولية التي حققها. ومن الجدير بالذكر أن غياث شارك ببطولة العالم بألمانيا في عام 1995 وتم تصنيفه الثامنا عالميا. الشهيد غياث متزوج وله 3 أطفال، صبيان وبنت، وهو يتمتع بأخلاق عالية. غياث طيفور إيش بدي أحكي لك عنه؟ غياث طيفور أخ بطل، وردة، خلق، إنسان محترم. اللي اغتاله الله ينتقم منه ان شاء الله يديه تتقطع. المرحوم غياث طيفور كان من الناس الرائعين جدا، بالإضافة لكونه كان بطل عرب وبطل آسيا، يتمتع بأخلاق حميدة جدا. هذا غياث طيفور، هذا في أبطال عتروح، مو حرام هذا على حساب مين؟ رغم أن يد الإرهابي غيبت روح هذا البطل المحب لوطنه، إلا أن جماهيره الرياضية ستظل تذكره بكثير من الوفاء لانتمائه وإنجازاته التي حققها محليا وعربيا وعالميا. اشتبكت الجهات المختصة في حماة مع مجموعات إرهابية مسلحة كانت ترتكب أعمالا إجرامية بحق المواطنين وتلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة في حيي الجراجمة والشيخ عنبر. أسفر الاشتباك عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين ومصادرة كميات من الأسلحة الرشاشة وقواذف RPG كانت بحوزتهم. مصدر في المحافظة ذكر أن عمليات الاشتباك أسفرت أيضا عن استشهاد عنصرين من الجهات المختصة. وفي حماة أيضا أقدمت مجموعة إرهابية مسلحة على زرع عبوتين ناسفتين أسفل الجسر الواصل بين الرصيف وشطحة في منطقة الغاب، وقامت بتفجير واحدة ما أدى إلى تضرر جزء من الجسر. وفي مدينة طيبة الإمام بريف حماة سلم عدد من المتورطين أنفسهم للجهات المختصة، وتم إطلاق سراحهم فورا لعدم تلطخ أيديهم بالدماء. تنفس أهالي حيي النازحين وكرم الزيتون في محافظة حمص السعداء بعد أن خلصتهم الجهات المختصة من المجموعات الإرهابية المسلحة. حي النازحين، من هنا مرت المجموعات الإرهابية المسلحة، وتلك هي آثارها: حرق وتفخيخ وتفجير وتهجير للناس من منازلهم. هذا هو حي النازحين، هذا بيت أهلي وبيت عمتي، هون قذائف RPG، صواريخ هاون، مسلحين ليل نهار. شوف شو عملوا ببيوتنا، بيت أهلي ما طالعوا منهم ولا شيء، هجرون من بيتهم وسرقوا وحرقوا وكسروا الدنيا. تعددت وسائلهم، متاريس وسواتر رملية وقساطر للصرف الصحي وضعوها لقطع الطرقات. وهنا مشفى ميداني فيه أدوية ومعدات لمعالجة جرحاهم، وتلك غرف للإفتاء بالقتل أو الذبح لمن تم اختطافهم من المواطنين المدنيين. طالت أيديهم حتى دور العبادة، فبالقرب منها جهزوا المتارس واتخذوا البيوت أوكارا لهم. وهنا في كرم الزيتون مشفى ميداني من عدة غرف، غرفة للعيادة السنية وأخرى للعمليات. والله في أصابات مسلحة يا أختي، والله العظيم، والله ذبحونا ذبح الله وخيرش، والله العظيم ان نريد يفوز ما نقدر نجي، هاي المشكلة يعني، لا نعرفهم منين هم ويجون ايات تساوي اختلاف، هاي المشكلة يعني.
غير هيك والله. شو عملوا فيكم انتم هون ببيوتكم؟ ينهبونا نهاب يا اختي. عملوا فينا ما جاك من هنا يقوسون علينا وهي قوسون، ما نحسن نطلع ندور والله. عصابات مسلحه سيطروا على الحي، ولا عاد فينا نطلع ولا عاد فينا نشتغل ولا عاد فينا نروح ونجي، وصرنا شهرين محبوسين بالبيت وهذا الوضع. مسلح ليش حيخلون حدينا؟ بينا هن الارهابيه. كل شيء قواسات وكل شيء. أرادوا للفتنة والفوضى مكان تحت غطاء ما يسمى حريتهم. لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم، حمص، حي النازحين. الأجهزة المختصة في ريف درعا تشتبك مع المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر. وفي درعا أيضا يد الإرهاب تطال فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية. بعد التحري والمتابعة، تمكنت الجهات المختصة في كل من بلدتي أجيزة وطيسية في ريف درعا من مداهمة أوكار مجموعات إرهابية مسلحة وإلقاء القبض على 27 منهم وقتل عدد كبير منهم شاركوا في أعمال قتل وتخريب وترويع للمواطنين. كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخيرة تم ضبطها داخل أوكار تلك المجموعات الإرهابية التي تدعي السلمية وتتشدق بالحرية، ولكن أفعالها وإجرامها عكست فكرها الظلامي وارتباطاتها بمن يضمر الشرور لسوريا. الأسلحة المصادرة تضمنت قذائف RPG وأنواعا مختلفة من البنادق الآلية والرشاشات والمسدسات، كما ضبطت الأجهزة المختصة بحوزة الإرهابيين أجهزة اتصال حديثة وبالذات عسكرية وجعبة ومواد طبية وإسعافية، وتم مصادرة 6 سيارات حكومية وخاصة كان الإرهابيون سرقوها واستخدموها في أعمالهم الإجرامية، وعثر في إحداها على رشاج BKC. إجرام آخر يضاف إلى سجل المجموعات الإرهابية المسلحة، فمبنى فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في درعا الذي يزود المشافي والمراكز الصحية في المحافظة بالدواء كان هدفا لهم أيضا، فاستهدفوه بقذائف RPG ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى وإتلاف عدد كبير من الأضابير. مستشار سياسي في الحكومة الألمانية يؤكد أن استهداف الغرب لسوريا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ومواقع وصحف أجنبية تؤكد استحالة خرق صفوف السوريين. ادعاؤهم الحرص على السوريين عره نهجهم المحموم لدفع السلاح إلى المجموعات الإرهابية القاتلة، وأثبت للعالم وللسوريين خاصة زيف ادعاء بعض الدول الغربية والعربية التي لا تفكر إلا بالنيل من سوريا وشعبها. كريستوف هورستيل المستشار السياسي للحكومة الألمانية أكد أن استهداف الغرب لسوريا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. واضح جدا بأن ما يحصل في سوريا هو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإذا تكلموا عن احتمال التدخل العسكري في سوريا فأنهم يفعلونه من تحت الطاولة وبشكل سري بمساعدة بعض الأنظمة العربية الفاسدة وأصدقائنا الأتراك مع الأسف. وبقدر إحساسي بالخجل كوني ألماني وأننا منخرطون بسياسات خاطئة تجاه سوريا، أحس بالسعادة على عدم اشتراك روسيا والصين في هذه المسرحية القبيحة. البروفيسور ويبستر تاربيلي وصف التغطية التي يقدمها الإعلام الأمريكي والأوروبي لما يحدث في سوريا بالكذبة الكبيرة جدا، فيما تؤكد بعض المواقع والصحف الأجنبية استحالة خرق صفوف السوريين، وفي طليعتها صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت تقريرا سريا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA كشف أن سوريا قوية وأن الدولة تمسك بزمام الأمور على الأرض، وأن جميع المحاولات الغربية والعقوبات التي تستهدف الشعب السوري لحصول انشقاقات وأضعاف الدولة باءت بالفشل. أماني بعض الدول الغربية والعربية لكسر صمود السوريين ليست إلا أوهاما، ودعمهم الإرهاب لسفك دم أبناء وطننا لن يزيد وجههم إلا بشاعة وانكشاف إجرامهم أمام السوريين ومواطنيهم. وتأكيدا على الوحدة الوطنية، شارك وجهاء العشائر في خيمة وطن أقامتها عشائر ولدة الغمر في ناحية القحطانية بريف القامشلي. تأكيدا على الوفاء والولاء للوطن، تواصل الفعاليات الشعبية في محافظة الحسكة دعمها للقرار الوطني المستقل وتعزيز الإخاء واللحمة الوطنية.
حيث شارك مختلف وجهاء وممثلي العشائر والفعاليات الدينية والاجتماعية في خيمة وطن أقامتها عشائر الولد الغمر في ناحية القحطانية التابعة لريف القامشلي. هذه الخيمة أهم هدف لها هو تجسيد الوحدة الوطنية وتجسيد التآخي في هذه المحافظة وباسم جميع أطياف هذه المحافظة، لأن التنوع في هذه المحافظة، التنوع السكاني هو دليل غنى وليس دليل فقر لهذه المحافظة. القطر يتعرض لمؤامرة خبيثة وشرسة، مؤامرة كونية. سوريا الحمد لله بفضل قائدها الحكيم وشعبها الواعي تتصدى لكل المؤامرات. أكد على اللحمة الوطنية في هذا القطر، ولن نقبل أي استفزاز لهذا القطر أو أي مؤامرة خارجية. هذا اللقاء ينم عن التلاحم الوطني من كافة شرائح المجتمع، وهو يحدد اللحمة الوطنية في محافظة الحسكة كما هي في القطر كله، مع الوحدة الوطنية ومع الإصلاح ومع الدستور، والعشائر بكافة أطيافها ستكون الحامي للوطن من مؤامرات الأعداء. فالخيمة هي بيت يمثل الوطن الكبير، وهذا الوطن الذي نعيش تحت سمائه وننعم بخيراته واجب علينا اليوم أن نجتمع لندافع عليه. أتينا نؤيد أن نكون لحمة واحدة لنبني هذا الوطن. إحنا إلى خيمة الوطن، هذه الخيمة التي ضمت أبناء الطيف الاجتماعي في هذه المحافظة المناضلة، جئنا لنترحم على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والقوى الأمنية والأبرياء من المواطنين. جئنا لنقول الخزي والعار لعصابات الإجرام التي عاثت فسادا بالبلد. جئنا لنقول شكرا لمواقف جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. نحن قبائل محافظة الحسكة أخوة، لا يفرقنا شيء، يجمعنا حب الوطن. هذا الاجتماع هو اجتماع بوجه كل من يحاول أن يعتدي على هذا الوطن. المواطنون الحاضرون في خيمة الوطن أكدوا بأن التلاحم بين أبناء الوطن الواحد ما هو إلا دليل على وعي مجتمعنا السوري بكل أطيافه لحجم المؤامرة التي تستهدف مستقبل سوريا. وقفة تضامنية جديدة أقامتها اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا أمام السفارة السورية في عمان، أكد خلالها المشاركون رفضهم لأشكال التدخل الخارجي كافة في شؤون سوريا. والمشاركون يشيدون باتساع دائرة وعي الشارع العربي لما يحاك لمستقبل سوريا والمنطقة وضرورة التصدي لمخططات الغرب. أقامت اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة سوريا وفروعها من مختلف المحافظات الأردنية وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في عمان، أكدوا خلالها أن استهداف سوريا قلب الأمة العربية هو المفتاح لتقسيم المنطقة بأكملها. الأمة العربية اليوم استهدفها وبحاولوا يقسموها، فإذا لا قدر الله سوريا أصيبت في شيء فهي ما سوريا هي قلب الأمة العربية، فكل الأمة العربية ستموت سريريا. سوريا هذه التدخلات هي ما هي إلا مؤامرة على هذا الشعب. الشعب السوري وحدة واحدة، الشعب السوري في قيادة وشعب متلاحم، هذه مؤامرة تحاك ضد هذا الشعب لتصفية الأمة العربية. احنا جايين نقدم الدعم والمساندة لسوريا آخر القراءة العربية اللي بتدافع عن الأمة أمام المؤامرة الكبيرة اللي على الوطن كاملا. سوريا بندافع عنها، لنا مش وطن للسوريين الواحد، مي وطن لكل العرب، وطن ثاني لكل العرب الشرفاء، واحنا مستعدين نقدم الغالي والرخيص في سبيل سوريا. وأكد المعتصمون أن وعي أبناء الأمة العربية بحجم ما يحاك لسوريا والمنطقة بأكملها آخذ بالاتساع، مشيدين بالخطوات التي أخذتها الدولة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار. بدنا كل العالم يعرف أنه اللي عم بيصير في سوريا مؤامرة كبيرة ضد شعبها وقيادتها، لكن الحمد لله يعني نحن شايفين أنه في وعي كبير في الشعب الأردني، وهذا دليل على وعي الشعب الأردني تضامنه مع الشعب السوري. نهنئ ونبارك لجيشنا العربي السوري الذي سحق المؤامرة في أوكارها في بابا عمر، وفر المجرمون والمتآمرون والرجعيون حلفاء الناتو، وتم تطهير حمص من رجس الناتو وعملائه. احنا منضلنا شعب واحد ودمنا واحد، واي تدخل اجنبي خارجي او عميل نحن منرفضه، لانه الكلمة لنا نحن شعوب العربية.
وشدد المعتصمون على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا عن طريق الحوار، رافضين كافة أشكال التدخل الخارجي في سوريا. علاء درويش، التلفزيون العربي السوري، عمان.